لأول مرة يمنح معهد جوتي جائزة الترجمة في القاهرة في إشارة إلى أهمية العاصمة المصرية. الجائزة والتي تبلغ قيمتها 7500 يورو سلمها السفير الألماني في القاهرة للفائزين، لكن أهمية الجائزة لا تكمن في قيمتها النقدية فحسب. من خلال الجائزة نرغب في تقدير الدور الذي يلعبه المترجم كوسيط بين اللغات والثقافات، وطبعا نطمح أيضا من خلال الجائزة إلى تحفيز المترجمين الآخرين وخاصة الشبان من بينهم في الاستمرار في عملهم والتدقيق في جودة ترجماتهم. سمير غريس الذي ترجم أكثر من 25 كتاباً أكد في كلمته على صعوبة وتحديات العمل الترجمي والذي يختلف عن الكتابة بحد ذاتها. مترجم يكون وحده وفي نفس الوقت هو طوال الوقت مقيد، لأنه يعني يحاول أن يبدع أو يحاول أن يكتب بلغة أخرى ما كتبه ما دار في خيال أو في رأس المؤلف، أنت طول الوقت مقيد. مجهود لا يعرفه سوى القلة من الناس، والجائزة قد تحفز مترجمين آخرين لنقل الأعمال الألمانية إلى اللغة العربية، فسوق الكتب في ألمانيا غني بالأعمال الأدبية، وهو يعد الثاني في العالم بعد الولايات المتحدة.